تدريبات عسكرية يتلقاها جنود القوات الخاصة بحرية الضفادع البشرية لرفع مستوى تأهبهم لصد أي عدوان بحري. تأتي هذه التدريبات المنظمة بأمر من رئاسة أركان القوات البحرية لوضع جنودها على أهبة الاستعداد للهجوم أو التصدي لأي خطر يهدد ويمس بسيادة الدولة الليبية وحدودها المائية، والتأكيد على مدى جاهزية القوات البحرية واستعدادها لتنفيذ أوامر القيادة العامة للجيش الليبي. جنود الضفادع البشرية من القوات البحرية عازمين على الدفاع عن الوطن مستميتين دونه، ليكونوا حماة المتوسط بأرواحهم في مختلف الأوقات والأجواء. هذه التدريبات تحمل رسائل واضحة لكل من يحاول العبث بمقدرات الشعب الليبي وثرواته، أو يحاول انتهاك حدوده في مياهه الإقليمية بالمتوسط.